وكل شوية الفلوس دي بتنقص ليه؟ ده لسه عديتهم من شوية. بابا انا عايزين مصروف. ومش انتوا لسه واخدين مني المصروف من شوية؟ احنا؟ لا يا بابا. بجد؟ جايز. حلوة الفكرة دي. العب على مين فور بابا، ما انتش قدنا ده احنا عصابة، في جنان جوه دماغنا الان احنا خرجنا عن السيطرة. تيجي بقى نخبي الفلوس دي ونروح نطلب منه فلوس تاني. ماشي ماشي بابا، احنا مخدناش المصروف، عايزين مصروفنا. يا ابني انا مش لسه مديكوا المصروف من شويه؟ احنا ده احنا لسه طالبين منك اول مره. انا ايه اللي بيحصل لي النهارده؟ مش انا لسه مدي العيال دي؟ جايز خد يا ابني انت وهو. الفلوس عماله تنقص ليه؟ دي رابع مرة عدها ليها نقص. ماما ماما احنا خدنا من بابا مصروف تاني. مصروف تاني؟ ده باين الراجل حصل له حاجة، دي فرصة وجاتلي. في حاجة غلط، ليه الفلوس عمالة تنقص؟ يا حبيبي انا كنت عايزة فلوس الاسبوع عشان اجيب بيها الخضار. انت مش خدتي امبارح فلوس الخضار بتاعت الاسبوع يا وليا؟ انا ما حصلش، ما خدتش حاجه. مالك يا اخويا، انت جالك زهايمر؟ انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي النهارده والله، حاسس ان انا سخن. خد الفلوس كلها اهي. حلوه الفكره دي، ده الواحد بقى معاه فلوس كتيره قوي. يا اولاد خدوا يا اولاد، عملت لكم سندوتشات الكبده اهي. سندوتشات كبده ما بحبهاش. انا جاتلي فكره. عارف نضحك على بابا؟ بابا سندوتشات الكبده هي اللي انت طلبتها. انا طلبت يا ابني سندوتشات كبده؟ جايز هاتوا. انا سخن ولا ايه؟ بالراحة يا ابني انت وهو. الله الكبدة جميلة، وانا ليه ما كنتش باكل منها قبل كده؟ ايوه يا ام حسين، يعني هتنزلي معايا النهاردة؟ اسكتي، ده انا قلبت جوزي في فلوس كتير قوي، هنزل اجابلي النهاردة العباية اللي انا عايزاها. مش انا قلت لك يا وليه تكوي القميص ده عشان نازل؟ يا وليه سيب الموبايل من ايدك. انا ابدا يا حبيبي، انت ما قلتليش. ما قلتلكيش ازاي؟ جايز ده انا تعبان قوي. بص بقى يا ام حسين، انا عايزه العبايه دي تبقى هاند ميد. هاند ميد ايه يا وليه؟ قومي اعملي لي كوبايه شاي. حاضر يا حبيبي. سيبك سيبك، خلينا بس في الهاند ميد. يا وليه فين الشاي اللي انا طلبته؟ بجد انت اصلا ما طلبتش مني شاي، وانت اصلا ما بتحبش الشاي. انا ما بحبش الشاي؟ ما طلبتوش؟ انا مالي؟ انا مش فاهم حاجه. بتقلبيني في حاجات انت وعيالك؟ طب تعالي. على الاقل طلعتي بالفلوس. هاتي دي كمان.
اهم حاجة ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ودوسوا لايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.